إذن السلام عليكم، هذا غيكون أول فيديو في لاشين ديالنا على المباريات اللي غتكون في ديال الوظيفة العمومية ولا حتى الوظيفة الخاصة. الفيديو اليوم غيكون على المباراة ديال المديرية العامة للأمن الوطني برسم ديال سنة 2022، وغنشوفوا شنو طالبين وشنو هما الأمور اللي خصك تكون عندك ولا الأوراق اللي خصك تجيب إذا بغيتي تدفع اليوم. المهم، بالنسبة للمناصب كاينة 5856 منصب، وآخر أجل اللي هو شهر تسعود 25 في شهر تسعود، وعدد المناصب مجملا كاينة 5856 مقسمة على هادو كاملين، فيها 3838 حارس أمن، و1450 مفتش شرطة، و420 ضابط شرطة، و80 ضابط أمن، و68 عميد. كما كتشوفوا هنايا، كلما طلع الكراد او الرتبه ديال كي العدد كينقص ولا الطلبات كتنقص ديال التوظيف. المهم، الشروط للمشاركه في هذه المباراه هي كالتالي: بالنسبه للعميد الشرطه كيقول لك السن خصو يكون من 21 سنه الى 35 على الاكثر في التاريخ ديال اجراء المباراه، والطول تقريبا 1.70 متر على الأقل، وبالنسبة للإناث 1.67 متر. وباش ما ندخلوش في جميع التفاصيل اللي طالبين هما واضحين كيما هنايا، نمشيو للمهمين والأساسيين اللي هما تيقول لك المستوى الدراسي. المستوى الدراسي شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية، هادشي قلنا بالنسبة لعميد الشرطة. كما قلنا، شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية المسلمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في إحدى التخصصات التالية: خصو يكون عندك يا القانون يا الاقتصاد يا في العلوم السياسية الصحافة، وفي هذا المعهد ديال إيسيك. وبالنسبة لمواد الاختبار، حتى هما بلا ما تدخلوا فيهم راه باينين واضحين، كيكون الاختبارات الأول ديال كيو سي إم، وموراها الاختبارات الشفوية. وبالنسبة للأوفيسي أو ضابط الشرطة، عدد المناصب 420. المهم، المستوى الدراسة اللي كطلبو هو دبلوم الدراسات الجامعية العامة دوك، أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية، أو الشهادة التقني شي معنى ما نديرو به. بالنسبة لضباط الأمن، عدد المناصب كيتمثل في 80 منصب، والسن باش تدفع خص تكون عندك من 21 سنة حتى 30 سنة، والقامه معروفه كما كتشوفوا، الحاله الصحيه والقوه البصريه وهادشي كامل راه معروف حتى تطلعوا عليه من بعد. المهم، نمشيو للمستوى الدراسي. المستوى الدراسي كيطلبوا الدبلوم الدراسات الجامعيه العامه الدو كما الاخر ولا الدوب. الموضوع عام او الاجابه عن الاسئله متعدده الاختيارات كيو سي ام، داكشي راه معروف حتى هو. والفرق هاهم هنا، كيشرح لك الفرق ما بين ضباط الشرطه وضباط الامن، اوفيسي دو بوليس اي اوفيسي دو بي، انسبكتور دو بوليس هذا بالنسبه للانسبكتور مفتشين الشرطه. عدد المناصب هو فيهم كتير هاد المرة، جاو بزاف 1450 عندهم بالخصاص. السن من 21 سنة 30 سنة، والمستوى الدراسي اللي خص يكون عندك هو: المرشحون الذين تابعوا بنجاح فصلين على الأقل في الدراسات الجامعية العامة أو الدراسات الجامعية المهنية. ومواد الاختبار كيو سي ام. وبالنسبة لحراس الأمن، عدد المناصب 3838، وسن من 21 سنة ل 30 سنة. وهذه بالنسبة للمسطرة ديال الترشيح. مديرية العامة للأمن الوطني: يجب على الراغبين في المشاركة في مباريات الأمن الوطني سنة 2022 أن يقوموا بالتسجيل بالموقع الإلكتروني. هنا كيفاش الترشيح أهم حاجة. أدخل لهذا السيت مخصص لاستقبال طلبة الترشيح، وهو منو غتسجل، مع الحرص على استخراج استمارة التسجيل وتوقيعها قبل إيداع ملف الترشيح لدى المصالح الإدارية لولاية الأمن أو الأمن الإقليمي أو الأمن الجهوي أو المناطق الأمنية أو مفوضيات الشرطة القريبة من محل سكناهم، وذلك ابتداء من 18 يوليو 2022 إلى غاية 1 أغشت 2022. ملف الترشيح، الملف الترشيح اللي كيفاش خصو يكون، شنو فيه؟ استمارة تسجيل مسبق موقعة من طرف المرشح، طلب خطي للاستمارة راه هي اللي غتخرجوها من السيت اللي قلت لكم هنا، طلب خطي لشهادة المباراة يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتف المرشح، نسخة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، نسخة من الشهادة أو الدبلوم المطلوب أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، نسخة من بيان النقط المحصل عليها في الفصلين المطلوبين بالنسبة لمباراة مفتش الشرطة، وفي فصول مؤهلة لشهادة البكالوريا بالنسبة لمباراة حراس الأمن،
وفي الفصول المؤهله لنيل الشهاده او الدبلوم المطلوب بالنسبه لباقي المباريات. كما كتشوفوا هنا باقي الطلبات اللي خصهم اللي خصك توفرهم ولا اللي خصك تجيبهم باش تقدر تفعل هذه المباريات ديال الامن الوطني، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.